بالنسبة لرقصة الجوصر، رقصة الجوصر اجت من ملك عند اللي اجا مولود وفرح فيه، نزلوا يعني مثل ما بيقولوا حاشية القصر، نزلت على الساحة وشافوا الملك هو عم يرقص في المولود، أخذوا منه المولود وعملوا دبكي، نصبوا دبكي كحلقة ومسك الملك في رأس الدبكي ورقص هاي الرقصة. رقصة الجوصر هي رقصة الملوك، سموها رقصة الجوصر لأنه فيها الحركة المد والقصر في الرجلين. دبكة الجوصر يعني كل الناس تعاملت معها وحافظت عليها كمحافظ إدلب خاص بهذا النوع الرقصة، هي سهلة الحركات، وهي بتدل عن تعبير وابتهاج هذا الرجل اللي عم يدبك هالدبكي. يعني أنا عندي فرحة لابني، أصدقائي خلقي بدهم يعني يكون مبسوط بمسكوني راس دبكي برقصه الجوصر. اليوم صار في عليها قبول اكثر، ليش؟ رقصه ثقيله حلوه، صار فيها فروع جدد، فروع حلوه من تراثنا القديم. يعني طبعا عرفت شلون، نحن هلا بمدينه ادلب عاملين فرقه، فريق ادلب الخضراء بدرب عليها، في عندي اطفال، في كبيرين، في عندي هلا في عندي خلق تقريبا عمره بالأربعين سنه عم يجي يتدرب. قلت لك حصره بدي رقصه الجوصر، قلت لك في خلق لك بدي الشيخانه، في خلق لك لعبه النبود. يعني نحن تراثنا هيك، تراثنا بمدينه ادلب.